مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في عدد جديد من برنامج ناخب ومنتخب، والذي سنخصصه اليوم للحديث عن محليات نوفمبر الجاري وعن حملتها الانتخابية. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد محمد الأمين كوريبا، وهو مترشح عن قائمة حزب جبهة المستقبل في بلدية باش جراح. السيد محمد الأمين كوريبا، أهلا بك. مساء الخير أستاذ، مساء الخير جمهورنا الكريم، مرحبا بكم، سعيد جدا بتواجدي معكم. شكرا السيد محمد الأمين، كما أسعد باستضافة السيدة سعدية أبو سعيد، وهي مترشحة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في بلدية باش جراح كذلك. أهلا بك، أهلا بك سيدتي. أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين اللي معنا. شكرا السيدان، نبدأ مباشرة الحديث أو الحوار حول موضوع الحملة الانتخابية، وأتوجه بالسؤال إلى المترشح محمد الأمين كوريبا. السيد محمد الأمين كوريبا، لو تحدثنا فقط عن الدوافع التي جعلتك تتقدم للترشح في قائمة المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح. اولا وقبل كل شيء ارحب بزميلتي بوسعيد سعديه، ممثله جبهه حزب التحرير الوطني، زميلتي ومنافستي سياسيا. يعني الدوافع اللي خلتني اترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي هي دوافع عديده. نعم. من اهم هذه الدوافع هي اننا لاحظنا وجود عده نقائص على مستوى بلديه باش جراح، اللي تعتبر بلديه كبيره بسكانها وكبيره بمساحتها. نعم. ثانيا لا اخفي عليك انه يعني كان رغبه سكان بلديه باش جراح كبيره في اني نترشح ونمثلهم، واللي كانوا يعني وضعوا في ثقه ونشكرهم على الثقه اللي وضعوها فيا، وان شاء الله ما نخيبش ظنهم ونكون على حسن مستوى تاعهم ان شاء الله. يعني اردت ان تساهم في تنميه بلديتك باقتراحاتك، ورايت نفسك مناسبا للمساهمه في هذه التنميه. يعني انا ارى نفسي ان شاء الله مناسب لهذا ان شاء الله الدور اللي احنا نقدموه، وايضا يعني سكان البلديه قلت لك اختاروني كممثل لهم ان شاء الله. نعم. وهذا هو الدافع الاساسي اللي تقدمت على من اساس. شكرا السيد محمد الأمين كوريبا، واتوجه بنفس السؤال الى السيده سعديه بوسعيد. يعني ما هو الشيء اللي تركك او دفعك تتقدمي للترشح في هذه المحليات؟ اولا ابادل التحيه للاخ امين، يعني نشوف فيه بوادر الشباب، انه نكون منافسه مع الشباب شيء ممتاز جدا. انا دوافعي كثيره جدا. اولا نشاطي في المجتمع المدني الذي دام لاكثر من 20 سنه، نشاطات في المجتمع المدني، اولا مع المعوقين، ثانيا مع المعوزين. انا منضمة إلى عدة منظمات وجمعيات، منها الخيرية، منها الثقافية، منها الحقوقية. في هذا المجال أو في هذه السنوات حتى في جمعية أولياء التلاميذ، في هذه المسيرة تاعي اللي كانت لمست المجتمع بكل أطيافه. يعني شفت البيروقراطية، شفت التهميش، شفت الظلم، شفت حتى يعني لما يقوموا بالناس، يعني شفت كل الأمور. الآن لو وصلت لواحد السن، واحد الخبرات اللي عندي، اللي كنت زمان نقول ما ندخلش للانتخابات، يعني رايحين يدوها ناس واحد أخرين، يعني بين ندخل ولا ما ندخلش يدوها ناس واحد أخرين. وفعلا كنا نشوف وجوه يعني نظيفة جدا يترشحوا في قوائم، بعدها تلقى وجوه واحد أخرى اللي تدخل. هنا كنا نشدوا رواحنا، ما نحاولوش أن ندمجوا في السياسة. ما هو الشيء اللي تغير هذا المرة حتى قررتي أنك تترشحي في الانتخابات؟ الترشح هذه المرة في الانتخابات أنك أنت وجهك ومسيرتك، ومسيرتك هي اللي رايحة تحكم عليك. يعني القائمة ككل راح يكون كل واحد بوجهه واسمه وش راح يقدم للمجتمع. يعني القائمة المفتوحة، قائمة مفتوحة، الأسماء مفتوحة. يعني حتى أنت لما الإنسان يجي يفوطي ويحط هذيك القائمة، يروح مباشرة يحط على الاسم تاع أمين ولا سعدية، قال أنا هذا نوضع فيه ثقتي، إذا نجح أنا بديت صوتي لهذا الشخص، إذا ما نجحش أنا كذلك فشلت في اختياري وفقط. ولكن نقول يعني للشاب أمين أنه محتاجين منا، باش جراح محتاجة منا أنه كلنا نتعاملوا فيما بعضنا، لأن كنا رايحين لحاجة واحدة واللي هي مصلحة باش جراح وناس باش جراح اللي فعلا يعانيوا. البلدية ماهيش بلدية منتجة، ما عندناش مدخول. قبل ما ندخلوا في البرنامج، احنا راح ندخلوا في البرنامج، راح نعود إلى السيد
محمد لامين كوريبا، السيدة تحدثت على أن هذا المرة الشيء اللي يدفعها هو وجود القائمة المفتوحة أو أن الناخب راح يختار أسماء، هذا جاء مع تعديل قانون تنظيم الانتخابات، ما رأيك في هذا القانون؟ أظن أن القانون الجديد لهذا حيخدمنا إن شاء الله بصفة يعني أنه القانون هذا حيقدم لنا الفرصة وحنكون أمام فرصة ذهبية. يعني أولاً قدم لكم فرصة باش ترشحتوا. أظن أنها فرصة ذهبية، ولأول مرة هذا القانون حيخدم الشباب خاصة الوجوه الجديدة. مثلاً كي نتكلموا أن وجه جديد أنت قدمت الانتخابات البلدية هذا حيساعدني، لأنه عندي ثقة في إمكانياتي وعندي ثقة في المنتخبين إن شاء الله، لأنهم حينتخبوا إن شاء الله علينا وبقوة إن شاء الله، ويعني الانتخاب حيكونوا بقوة إن شاء الله. نعم سي محمد لامين، نعود لك السيدة السعدية أبو سعيد. قانون الانتخابات وتنظيم الانتخابات جاء كذلك شيء جديد، وهو المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشح، ما رأيك في هذا القانون؟ نذكرك فقط في القانون السابق كان يعطي نسبة للمرأة في النتائج، بينما هذا المرة أعطى المناصفة في الترشح إلا في بعض الحالات الاستثنائية. نعم نعم، يعني تهنينا من نظام الكوطة هذاك اللي كانت المرأة تحس، يعني احنا دائما النساء نحسوا بالظلم من ناحية علاش تتحدد الكوطة والرجال لا، ولكن من جهة أخرى يعني لما تكون المناصفة في الترشح ماهيش راح تكون المناصفة في المقاعد، ولكن هذاك الشعب اللي قرر بالضبط المناصفة. نعم. يعني المناصفة هذه راهي شكليا في القوائم الانتخابية. نعم. ولكنها ما تكونش مناصفة في المجالس. هي فكرة ممتازة، لأنه كان زمان مجرد يعني عدد بسيط من النساء وأغلبهم يعني يعمروا بهم القائمة. الآن بالعكس كان ربما في القانون السابق كان النساء ما عندهم حتى مستوى بفضل الكوتا طلعوا، لكن ما اختارهمش الشعب، ما عندهم حتى يعني المرة هذه أنت كمرأة ترشحتي قدمتي اسمك للشعب، والشعب فيه المرأة والرجل ونسبة كبيرة من النساء، عليك أن تقنعي الناخبين باش ينتخبوك. نظن هذا هو العدالة. يعني نعم. ممكن يكون مجلس هذه روح القانون في أكيد بالذات. يعني نقدر نشوفه مجالس بلدية فيها نسبة كبيرة من النساء مقارنة بالرجال. نعم. ونقدر نشوفه نسبة كبيرة من الرجال مقارنة بالنساء. إذن هي بادرة ممتازة. نعم. أنه التمثيل للمرأة يكون في القوائم الانتخابية ولا في العمل السياسي ككل حاجة يعني مكسب لينا، ولكن لازم المرأة لازمها الآن هي اللي لازم تستثمر في هذا المكسب، ما تخليش يروح مجرد أنه قالوا الكوطة فنعمروا هذه القائمة بمن هب ودب. لازمنا المرأة أنها تخدم على روحها، أنها تكون صح فاعلة في المجتمع، عندها اللمسة هذيك اللي المجتمع لما يجي ويفوطي عليها يعني عندها هذيك اللمسة تاعها اللي خلتها بصمة، ماشي مجرد أنه مناصبة في النساء فنلقى يعني قائمة ما تعرفش يعني هذه منين جات ولا وين تسكن ولا. نعم. هنا المشكل، ولكن نتمناو يعني احنا كنساء نتمناو نشوفوا مجالس فيها نساء بكثرة. عليك بإقناع الناخبين ينتخبوا النساء، وهذا اللي نعملوا عليه هذه الأيام. سي محمد لامين، في نفس النقطة المناصفة وكان حتى نسب بالنسبة للشباب بالنسبة للجامعين، وش رأيك في الإجراء هذا الذي جاء به القانون؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. نعم. وإحنا نثمن هذا القانون الجديد، وحاجة مليحة بزاف أنه نشوف أخواتي يشاركونا يعني في المناصب، يعني مو قانون المناصفة هذا إن شاء الله راح يخدمنا إن شاء الله، يعني وإحنا نحتاج النساء في القوائم الانتخابية الخاصة بنا إن شاء الله. نعم. نعود لك السيدة السعدية أبو سعيد. نعم. أنت ترشحتي أكيد إلى المجلس، انتخابات المجلس الشعبي البلدي، أكيد عندك فكرة على الصلاحيات اللي منحها قانون البلدية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وإلى رئيس البلدية. ما رأيك ما هي صلاحيته وما رأيك في هذه الصلاحيات، هل هي كافية أو ناقصة، أو ترين بأن القانون لا بد من تعديله؟ صلاحية رئيس البلدية أو النواب أو اللجان أعضاء المجلس. نعم. أعضاء المجلس ككل هو أمر لو يبدو للناظر من بعيد يشوفوا بأنه رئيس البلدية واللي معاه وكأنه عندهم العصا السحرية، كل ما يجي المطلب عند أهل البلدية ينفذ على مستوى البلدية، وهذا الشيء اللي خطأ، وحتى احنا كنا فاهمينه خطأ. هناك يعني صلاحيات معينة
بالنسبة لرئيس البلد محددة، أكيد نعم. محددة، هو راح يدير التقارير مثلا لو كان هناك مشاكل في البلدية، ما عليه إلا يدير التقارير، ما عليه إلا يبحث مع اللجان اللي تابعة، كل يعني كل تخصص عنده لجنة خاصة به، نعم. وكل لجنة تروح للمشكل هذاك وتروح تدير كيفاش نقولوا يعني تفحص المعاينة وكتابة التقارير، بعدها تروح للمجلس، والمجلس بعدها عنده أمور واحدة أخرى، يعني راح يقترح ربما حلول أو سلطة اقتراح ربما، نعم. تقارير ما هيش سلطة حل المشاكل ككل، نعم. وهنا المشكلة اللي احنا دايما نديروا في بالنا بأنه البلدية هذه ما دارت حتى شيء، وهي راي أمور واحدة أخرى إدارية، وكاين قوانين وكاين واحد النظام خاص ما يوصل ما بين المجتمع المواطن للبلدية، راح يروح لمراكز أخرى عليا، نعم. هذه اللي لازم احنا نفهموها، السلطة التنفيذية او الإدارة أكيد. مثلا نعم، وهنا نعم. يعني حدث ولا حرج، نعم، يعني ترين بان القانون الحالي يعني مجحف. ناقص شوية، مجحف الى مجحف. نوعا ما يعني يعطي لك انت انا مواطنة عادية نلقى روحي في مجلس، ومن بعد في بالي يعني عندي تصور باني هذا المواطن رايح اللي يجيني راح نحل المشكل تاعو، نعم، نشوف في روحي باني خلاص وكاني عمر بن الخطاب، يعني انا يعني رايحه اي انسان يجيني راح نحل اعطيني المشكل تاعك، عندك القانون عندك حق تديه، ولكن الامر لما يوصل للبلديه بيكونش كيف كيف، حتى هذاك رئيس البلديه لازم يكتب تقرير ويبعثه لفلان وفلان والاداره لما تروح للدائره الولايه، تسجيل المشاريع يمر بعده اجراءات قانونيه، تبدا بالتسجيل ثم المداوله في المجلس، ثم المداوله تنتقل الى الوالي، ثم ترجع هذا اذا رجعت موافقه، ومن بعد ذلك هناك اجراءات اخرى للتسجيل او تنفيذ تلك المشاريع، نعم. نعم شكرا سيده، شكرا. نعود لك محمد الامين نفس السؤال، هل لك فكرة حول صلاحية المجلس الشعبي البلدي ورئيسه التي الصلاحيات التي حددها القانون؟ يعني أنا من وجهة نظري نشوف اللي أنه مهام يعني وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي تبقى يعني صلاحية نسبية، نعم، صلاحية نسبية فقط، لأنه يعني كاين عدة أمور، أنا كما قالت الزميلة يعني كاين أمور كنا نشوفوا أنه رئيس المجلس الشعبي البلدي كما يقول لك هو يدير كلش، ولكن هذا من حق المواطن، نعم، من حق المواطن، أقرب مؤسسة من مؤسسات الدولة من المواطن، صحيح، نعم. احنا نعتبره كما يقولوا أنه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ما رئيس المجلس البلدي عفوا، هو رئيس دولة مصغرة فقط، لأنه نعم. البلدية هي جزء من الوطن، وأنه البلدية من خلالها نقدر نعرفه يعني النقائص اللي كاينة في البلاد كاملة، ماشي كامل، نعم. يعني في البلدية فقط، يعني لكن كاين امورات ربما يشوفهم المواطن البسيط عادي، ويشوف بلي انه رئيس البلديه يقدر يدير كل الصلاحيات، لكن هذه الصلاحيات يعني ما يخولهاش القانون، في انتظار احنا القانون الجديد اللي هو يقول لك حيزيد يعني من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، نعم، يعني فقط يعني كاين بالك المواطن يقول لك انا نصوت عليك نعطيك صوتي، ولكن توظفني مثلا دوم غدوة تولي انت يا رئيس البلديه لازم توظفني، يا اخي انا ما نقدرش نوظفك مثلا، يعني كاين وزاره خاصه بالتشغيل، نعم، لازم يكون احنا فقط بالك تنسيق، يكون تنسيق بيني وبين وزاره التشغيل، نحاول انه نقدم يعني مساعده للسكان البلديه، نحاول انه نقوم بعده مهام، لكن كاين امورات يعني في غير مخوله قانونيا بالنسبه لرئيس البلديه، لكن القانون يخول لرؤساء البلديات اولا انهم يتبنون انشغالات مواطنيهم باعتبارهم بالدرجة الأولى ممثلين عن هؤلاء المواطنين، حتى في قضية التشغيل يعطي حق للمبادرات لرئيس البلدية أنه يبادر ربما بتسجيل برامج ربما تقلل أو تقلص من البطالة في بلديتها، ما رأيك في هذا؟ يعني أنا نحاول أن نكون دائما إنسان واقعي في الحياة هذه، نعم، لا ربما فقط يعني رئيس البلدية أنا لحد الآن راني مواطن، راني نعم. مترشح ومازال ملحقش الذي باش نكون يعني رئيس المجلس البلدي، نعم، لو كان أنا نكون إن شاء الله من رئيس المجلس الشعبي البلدي إن شاء الله حنكون ربما إن شاء الله نخدم هذا القانون اللي تكلمنا عليه لحد الآن، نعم. حنا نتكلموا أولا استضافتك في الحصة سي محمد الأمين كمترشح وكمنتخب مستقبلي، أنت عليك بإقناع المواطن باش ينتخبك، أكيد، ولماذا؟ أكيد أكيد، نعم. إن شاء الله يعني ربما نقدموا مثال يعني في الضبطية القضائية، القانون يخول رئيس يعطي هذه الصفة، نعم، بارك الله فيك، نعم. يعني يعطي هذه الصفة، ولكن على الورق
لو كان نشوفوا يعني على الواقع نشوفوا أمور أخرى ربما يعرفها المواطن البسيط. نعم. يعني هذا وش نشوف أنا من هذا المجال؟ نعم، نعود إلى السيدة سعيدة أبو سعيد ونذكر سعيد. بأنها مترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني في بلدية باش جراح. نعم. في البلدية اللي ترشح فيها كذلك السيد محمد الأمين كوريبا. نعم. من خلال الاحتكاك بالمواطنين من خلال الحملة الانتخابية، باختصار ما هي النقائص التي لمستيها في بلدية باش جراح اللي يعاني منها المواطن من ناحيه الهيكله ولا هو واش راهو ناقصو في فتره الانتخابات؟ بلديه أكيد. انت اقترحتي نفسك باش تكوني رئيسه بلديه. نعم اكيد راكي على علم بالمشاكل نتاع بلديه باش جراح. نعم. شوف بلديه باش جراح اللي ما يعرفهاش هي ما بين الحدود ما بين الحراش حسين داي القبه السمار، منطقه تعرف متنوعه بالثقافات. نعم. بالثقافات، ولكنها منطقة قلنا ماهيش منتجة، ما عندناش مشاريع، يعني نقدر نقول لك أنه أغلب الشعب موظف ولا إنسان زوالي. يعني نفهم من هذا نتكلم على البلدية كي تقولي ماهيش منتجة، تكلمي على المواطنين أو على موارد البلدية؟ على موارد البلدية. نعم. لما تكون البلدية نفسها فيها مؤسسات فيها مصانع فيها منتزهات فيها هذه الأمور اللي راح تجلب لنا دراهم للبلدية، يعني الموظفين يكونوا من البلدية نفسها. إذا هنا تطرحي مشكل أول مشكلة البطالة. نقص الموارد بالضبط، نقص الموارد مشاكل المواطنين. مشاكل المواطنين أول مشكلة اللي هي قلنا السكن اللي فعلا كاين انفجار سكاني كبير رغم أنهم رحلوا عدة مناطق بجراح ومازال هذا مشكل السكن ومشكل الاكتظاظ اللي هو اكثر واكثر، يعني كانوا برار كداوهم ولكن الناس اللي راهم سكنوا وتكاثروا في نفس الدار، يعني تلقى اربع عائلات في ابارتمون تاع افكات، يعني تصور تلقى بعض الشعب يقول لك وليدي حتى النهار اللي تزوج هو مازال يرقد معايا مع خياته، تروح انت يا المواطن يقول لك نخرج انا بالقفة تاعي رافد 100,000 كي نجي ما نجيب والو، يعني تصور عندهم واحد الظروف معيشية اللي صعبة جدا انك ما تكونش ترقد مليح وما تكونش عايش مليح، وتخيل هذاك الاكتظاظ يكون واحد المشاكل اللي يرجع الانسان نفسه كي تهضر معاه يطير فيك، وهذا الشيء اللي خلى هذه أزمة السكن. أزمة السكن. نعم زيدي النقاط الأخرى. الأزمة الثانية اللي قلنا هي البطالة، وهذا ما استدعى اغلب الشباب تاع باش جراح انهم يحطوا في كيفاش يقولوا لها يحطوا برا التجاره النواغ، يعني التجاره الشرعيه غير شرعيه، يعني يحطوا يعني حتى ويحوزوهم حتى ويسوا ما عندوش يعني مصدر رزق غير انه يبيع في هذيك بين الاحياء وبين يعني وتشكل الباعه المتجولين. الباعه المتجولين وحتى نشوفوا حتى سيدات وحتى العجائز ولاو اخذوا مكان من باش جراح يبيعوا الملابس القديمه، يبيعوا يعني عنده حاجه في الدار يروح باش يجيب قوته، وهذا امر يعني صعيب يعني نلبسوه في هذه الفئه. ما ننكرش انه كاين ناس لباس عليهم في باش جراح، يعني ناس ما شاء الله يعني موظفين عندهم سكنات عندهم، ولكن انا نتكلم على هذه الفئه بالذات اللي راهي محتاجه منا انه واش راح تمد لي انا لما نمد لك صوتي ونبقى في انا ربعه ولا خمسه عائلات في بارطمان صغيره ومازالني كي نخرج برا نبيع حاجه باش نجيب قوت ولاد، واش راح تعطيني نتايا؟ واش راح تمدي لهم انتي؟ راح نتكلموا عليها فيما بعد في البرنامج تاعكم. نرجع كذلك للسيد محمد الأمين كوريبا، نفس السؤال، انت كذلك ابن بلديه باش جراح، واش عاينت من مشاكل المواطنين؟ واش كلموك المواطنين في الحمله الانتخابيه عن مشاكلهم؟ نعم، يعني حي باش جراح حي عام غني عن التعريف، حي معروف انه حي عتيق، حي شعبي فيه كثافه سكانيه كبيره وفيه فئات مختلفة يعني من كل الطبقات إن شاء الله. يعني عندنا المشكل الأول المطروح بقوة، المشكل أنه مشكلة التشغيل، أغلبية سكان باش جراح وخاصة الشباب يعاني من مشكل البطالة، وهذه البطالة تؤدي إلى آفات اجتماعية خطيرة وخطيرة جدا، يعني بحيث هذه الآفات الاجتماعية تقدر تتحول وتؤدي إلى انحراف شباب يعني يتعاطى المخدرات ويروح إلى أمورات أخرى خطيرة وربما تؤدي أيضا إلى القتل، جرائم القتل يعني معروفة بقوة. المهم الانحراف عنده عواقب وخيمة على المجتمع. نعم حيث نشوفوا أيضا إطارات جامعية لباس بها، يعني تلقاه عنده طابلة، يعني هذا سؤال يبقى مطرح. أيضا يعني
عندنا السوق الجوارية اللي راه يستفيد منها يعني أغلبية سكان باش جراح، كي نقولوا أغلبية يعني على بالنا واش نقولوا أغلبية سكان باش جراح كما قالت الزميلة سعدية، يعني حتى نشوفوا يعني فئات كبيرة من المجتمع عجايز عندهم يعني دلالة على العجايز يبيعوا فيها ويسترزقوا فيها. احنا ماذا بينا ان شاء الله نكونوا نديروا لهم حلول ان شاء الله يكونوا. ايضا مشكل ثاني هو مشكل السكن. السكن عند بعض كثير من سكان باش جراح يعاني من ازمه السكن، يعني شوفوا ايضا كما قالت زميله تلقى ثلاثه عائلات يعني في دار واحده تاع افطروا ولا افكات، يعني المهم كان اكتظاظ السكن. اكتظاظ وهذا الاكتظاظ ايضا يؤدي الى وجود يعني انحرافات خطيره يعني على مستوى ابناء الناس هذوك ولا العائلات هذوك، وبحيث يعني كاين ناس يسكن لحد الان يسكن في قبو، يعني ساكن من ولاد يعني في حي باش جراح يسكن في قبو تلمولي كاين ضيق في هذاك المنزل. ايضا عندنا مشكل الرياضه والرياضيين. منطقه باش جراح وبلديه باش جراح معروفه بالرياضيين ديالها اللي يقدموا يعني احسن وجه وصوره للجزائر، يعني للجزائر خارجيا وداخليا، يعني ماذا بينا ان شاء الله نشوفوا في هذه الفئه وان شاء الله يكونوا. ايضا يعني المرافق العموميه غير متوفره، عندنا يعني صالات عندنا فيها مسبح شبه اولمبي يعني لحد الان راهي مغلوقه ومازال. سيد محمد الامين، انت شخصت لنا مشاكل بعض مشاكل بلديه باش جراح، منها ما هي مشاكل يعني خاصه بلديه باش جراح ومنها من هي مشاكل ربما وطنيه، لكن المواطن اذا تكلمت معه بهذه اللغه يقول لك انا اعرف هذا. انت كمترشح كيف ستساهم في معالجه هذه المشاكل؟ يعني انا ان شاء الله اذا كتب الله وكنت انا يعني رئيس مجلس الشعبي البلدي نعم نوعد كل يعني انسان عنده مشكل انني ما نقولوش انا ندير لك وندير لك وندير لك، ما عنديش العصا السحريه. نعم تكلمت لي على عده مشاكل من بينها البطاله، كيفاش راح تعالج انت كمترشح غدوه ربما تولي رئيس بلديه، كيفاش تقلص من نسبه البطاله وبالتالي تقلص من المشاكل مثلا مشكل الانحراف في بلديتك؟ نعم سؤال يعني هذا يا سؤال لا باس عليه. استاذ كما قلنا باللي حنايا المشكل تاع الرياضيين، قلت لك باللي عندنا صاله كبيره نعم عندها فيها مسبح شبه اولمبي، هذه الصاله راهي مغلوقه، انا لو كان نفتح هذه الصاله يعني بلوطار ان شاء الله حنقص يعني حندخل عندي 20 فرد ولا 30 فرد راح يخدموا في هذه القاعه الرياضيه هذه، حنقصوا بهذا يعني لو كان نستثمروا في هذه المجالات ونقصوا يعني من ازمه البطاله مثلا. نعم. ويعني نقدروا يعني نقدموا الانشغالات للمواطنين ونتعاملوا كما نقولوا مع وزارة التشغيل إن شاء الله ونقدموا الملفات الخاصة بهذا الناس. نعم سي محمد الأمين توقفوا هنا لأن الجزء الأول من الحصة انتهى، سنواصل الحديث بعد الفاصل مباشرة. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في الجزء الثاني من برنامج ناخب ومنتخب الذي خصصناه اليوم للحديث عن الحملة الانتخابية لمحليات 27 من شهر نوفمبر الجاري مع ضيفي الكريمين وهم السيد محمد لامين كوريبا والسيدة سعدية بوسعيد وهم مترشحين في المجلس الشعبي البلدية أو المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح. نبدأ معك السيدة سعدية بوسعيد وأنت مترشحة في حزب الأفلان. الحملة الانتخابية اليوم دخلت يومها الخامس، ما تقييمك لبرنامج الحملة أو للحملة الانتخابية من ناحية التنظيم ومن ناحية إقبال المواطنين؟ بداية الإقبال محتشم لأن في اليوم الخامس من الانتخابات. أولا الأحوال الجوية الحمد لله يعني أمطار خير هذه الأيام، ولكن رغم هذا يعني درنا لقاءات وخرجنا لقاءات جوارية أكيد الشباب راحوا للشباب، احنا النسوة يعني عملنا يعني خرجت يعني بسيطة مع الأحوال الجوية، ولكن بالمقابل كان الحملة الانتخابية تاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي كانت أكبر. نعم اليوم يعني كان وسائل التواصل الاجتماعي اللي يستعملها كل
أكيد. المترشحين في أكيد. حملتهم الانتخابيه. نعم، قربتنا كذلك من المواطن، وسخرنا صفحات ومجموعات فيها يعني ناس بس جراح اللي قدرنا فيها نقدموا القائمه تاعنا والناس والتخصصات تاعهم وكذلك البرامج، ولقينا يعني اقبال على مواقع التواصل الاجتماعي يعني اكثر من في الساحه. يعني كيفاش كان في الميدان الاقبال؟ انتم نظمتم تجمعات؟ ما زالت تجمعات، ما زال. ولكن من خلال العمل الجواري كيفاش كان إقبال المواطنين وتجاوبهم مع القائمة تاع جبهة التحرير الوطني في باش جراح؟ شوفوا، لكل حزب عنده وعاءه الشعبي، يعني نعم. احنا اوتوماتيك اول ما تبدا الحمله الانتخابيه كاين وعاء انتخابي اللي دائما وفي لجبهه التحرير الوطني، نعم. فتلقاهم دائما يعني مجرد ما تبدا الحمله الانتخابيه هما اوتوماتيك يجوا، نعم. وهذوما الناس اللي عندهم وفاء للجبهه. هذو المناضلين تاع جبهه التحرير الوطني ومحبي حزب جبهه التحرير الوطني، نعم. نعم، يعني هذه بدات بهم، يعني كانوا دائما حاضرين معنا. اما في المجتمع يعني تتفاوت، هناك من يعني يساند وهناك من يرى أنه لا ولا فائدة من الانتخابات هذه وكأنهم تعبوا. أحيانا الناس يقول لك وش راح تجيبوا جديد، وش جابوا اللي قبلكم باش جبتوا نتوما. هنا اللي رانا نعانيه من واحد الأمر، أنه أولا تحملوا الاستفزازات من البعض. أكيد هذا شيء عادي في حملات انتخابية، ربما حتى أكيد. أحزاب معارضة أو حتى الناس اللي ربما يعزفون على الانتخاب راح يتواجهوهم، ولكن عليكم أنتم يعني السؤال المطروح هو الدور تاعكم كيف تقنعون على الأقل الناس اللي تعزف عن المشاركة في نعم. الانتخابات. نعم، يعني مشكلة الإقناع، يعني أغلبية الناس اللي يتحدثوا هكذا معنا ويدوا معنا في الهضرة يعني يقتنعوا بالهضرة تاعنا. أنا شخصيا يعني اللي نهضر معهم الحمد لله نلقى أنه يتفهموا، ولكن الأمر اللي خلانا نوصلوا لهذا العزوف هو أنه الوعود الكاذبة اللي كانت من قبل، نعم. الوعود الكاذبة اللي شبع منها المواطن الجزائري ويروح يفوت ويلقى نفس الشيء ما تغير ولا شيء، هذه اللي خلاتنا إحنا دوكا نعانيو من تصرفات سابقة، نعم. إحنا دوكا لازمنا نعاودوا نبينوا بأنه القانون الانتخابي الجديد هذا راح يجي بوجوه جديدة، راح أنت يا المواطن اللي راح تمد صوتك للإنسان اللي يخوله أو اللي يقدر تشوفوا انه راح يحقق لك المطالب ولا راح يكون عاون. سيدة، بصراحه قائمتكم وهي قائمه حزب جبهه التحرير الوطني في المجلس الشعبي البلدي لبلديه باش جراح، هل كلهم وجوه جديده ام هناك بعض الوجوه القديمه؟ لا، هناك بعض الوجوه القديمه اكيد. الا يؤثر هذا في كذلك بالنسبه لقبول تقبل المواطنين لهذه الوجوه حسب كلامك؟ طبعا حسب الكلام السابق اللي قلتيه وجوه جديده وترجع الثقه. شوف، معنا يعني مجموعة من الشباب اللي وجوه جديدة، وكذلك يعني حتى يعني في عمر الأربعينات كاين وجوه جديدة. الوجوه القديمة الآن راهي هي اللي راح تتحمل، هل المواطن هذا راه داير ثقته فيها ولا لا؟ لا، يعني ما نقدرش أنا نقول أنه الوجوه القديمة راح تكون كارثة ولا كاين وجوه نعم. قديمة يعني خدمت نعم. كاين يعني مدت، وهذا الشيء اللي خلاها تزيد تعاود تكمل، نعم. ما نقدروش نقولوا بأنه كل الوجوه القديمة يعني وجوه سيئة، وإلا كأنا والسي أمين احنا ثاني راح نكونوا في المرة الجاية يقولوا علينا أنه وجوه سيئة، نعم. كاين ناس خدمت، ماشي معناها أنه واحد كان سيء ولا ناس خدموا أو ما عطوش المواطن حقه، نعم. راح نلوثوا كامل القوائم القديمة، هذا لا يجوز ولا يصح. بالعكس، احنا محتاجين الى ذوي الخبرات، ذوي السن الصغير وللنساء، يعني كل الفئات مطلوبة في هذه القائمة، ما نقصيو حتى واحد. الوجوه القديمة خدمت وعندها مسيرة وتقدر هي اللي توجه او تقود القافلة اللي راهي جاية، نعم. يعني هنا ما نقدرش نقول لك بان الوجوه القديمة راح تكون بصمة عار ولا في القوائم. نعم سيدة سعيد ابو سعيد، نعود للمترشح محمد لامين كوريبا، نفس الشيء بالنسبة لحزب جبهة المستقبل، كيف بدأ الحملة الانتخابية وكيف كان تجاوب المواطنين مع برنامجه؟ أولا يعني تجاوب المواطن مع حزب جبهة المستقبل يعني كان نوعا ما متوسط، لا نعتبره أنه كان قوي وما نعتبروش أنه كان ضعيف، باعتبار أنه كما قالت الزميلة مسبقا يعني احنا نتحملوا اخفاقات السابقه اللي كانوا الناس اللي قبلنا. يعني الان باش تقنع المواطن انه كاين وجوه جديده ان شاء الله راهي ناويه تخدم وراهي عندها حسن نيه لخدمه المواطن يعني اللي سكان بلديه باش جراح، يعني هدايا يطلب منك انك تبين سوغ لو تيغان، يعني انك واش درت انت كشخص
اولا، وكعضو يعني مقبل على الترشح للانتخابات البلديه، مترشح للانتخابات البلديه. نعم، يعني انا شخصيا اتكلم لك على حزب المستقبل. حزب المستقبل يعني يعتمد على وجوه شبانيه جديده، نعم، ذو كفاءات وذو اطارات يعني جامعيه لباس بها، ويعني عندهم نيه ان شاء الله الخدمه، وانا متاكد انا من هذا الكلام اللي نقول فيه، يعني عندهم نيه الخدمه يعني، وفي ظل يعني وجود هذه الطاقه ان شاء الله الشبانيه الكبيره، يعني ان شاء الله يعني حيكون ان شاء الله عمل ميداني ان شاء الله، وسيجسد على الواقع برضه. هل ممكن توصف لنا فقط اجواء الحمله الانتخابيه في باش جراح؟ هل كان المواطنين يهتموا؟ كان انتم ما درتوا تجمعات والله ما درتوش؟ نعم. بالنسبه للعمل الجواري، نعم، حزب جبهه المستقبل في باش جراح. نعم، ونحن في اليوم الخامس للحمله الانتخابيه منذ انطلاقتها يوم 4 نوفمبر. يعني كانت هناك بعض الاحوال الجويه اللي كانت عائق بيننا وبين الحمله الانتخابيه هذه، يعني وبالرغم من هذا يعني الامطار والاضطرابات الجويه، نعم، حالت دون خروج حضور المواطنين لتجمعاتكم. نعم، ورغم هذا يعني كاين يعني اتصالات يعني بعقلاء بعض الاحياء والجمعيات، نعم، التنسيقيه اللي تنسقنا معها ان شاء الله، ويعني دونا يعني مشاكل السكان يعني منطقه بمنطقه، يعني حيدير جماعه حي يعني فوليتيف لاكلاسيار ودو شايح، يعني لحد الان يعني بقات لنا باش جراح وحي البدر ان شاء الله. مستقبلا ان شاء الله يعني راح ان شاء الله نعملوا على وجود تجمعات ان شاء الله كما ان شاء الله. السيدة سعيدة ابو سعيد، ونذكر دائما انت سعدية ابو سعيد، وانت مترشحه في قائمه الافلان بالنسبه للمجلس الشعبي البلدي في بلديه باش جراح. نعم، اكيد راك تواجهي في المواطنين، ولكن كي تواجه المواطن اكيد انه عندكم برنامج انتخابي محلي طبعا. ما هي الخطوط العريضه لبرنامجكم الانتخابي؟ يعني برنامج طويل ما نقدرش نختصره. كلمينا فقط على الخطوط العريضه واللي تهم مباشره السكان. أكيد، أولاً أول حاجة اللي رانا ماخذينها بعين الاعتبار هي تحويل بعض مثلاً البلدية القديمة، يعني تحويلها وتأهيلها أنها تكون دار الشباب وتكون مقر للجمعيات. هذا المقر اللي رانا معولين عليه كثيراً، لأنه راح يخلق لنا ربات البيوت أو الماكثات في البيت، ذوي اللي يعني عندنا بزاف النساء اللي يروحوا يتكونوا تكوين ربات البيوت، اللي بالترابط مع الجمعيات مع دور الشباب اللي راح نفتحوا لهم مجالات أخرى أنهم يبينوا الكفاءات تاعهم. وهنا نقول بأنه حابين نفتحوا مصدر رزق، كيفاش الأسر المنتجة، أسر منتجة كيفاش هذه نجيبوا الماكيثات في البيت، نأهلوهم نضموهم إلى جمعيات يأخذوا مشاريع. وإحنا قلنا بأنه باش جراح هي مركز تجاري كبير يعني للبيع، وهذا لازم نحن نستثمره، هذا المكسب الوحيد للبلدية لازم نستثمره. كيف؟ أنه الأسر المنتجة هذه تولي الأسرة اللي في بيتها تقدر هي تدير منتج وتبيعه، مش هي اللي تبيعه ولكن يكونوا أطراف، يعني نحاول ننظم الأمور تحسنوا مداخل بالضبط تلك العائلات، تولي الأسرة ما هيش مستهلكة وإنما منتجة واللي هي تدير مصدر دخل. الشيء الثاني بالنسبة للبطل هذا قلنا الماكيثات في البيت، يعني حتى هذا نستغلهم. الشباب اللي راهم في الشارع يفترشوا يعني دايرين طابلة ولا دايرين هكذاك مفرشين، علاش ما نضبطوهمش ونديروا لهم فضاء اللي نفتحوا لهم محلات، يعني هكذا مش شرط بناءات او محلات بالكراء وكذا، يعني نحاولوا انه نلموهم، وهنايا تكون عندنا فرصه انه نضبطوا السوق ونضبطوا نديروا النظام الداخلي للبلديه نفسها. كذلك عندنا المساجد، عندنا انجاز مساجد مثلا في حي عدل، عندنا في طرق الاربعه، هذوما كلهم صيانه بعض المساجد. كذلك اعطاء اهميه كبيره للنظافه وللبيئه، يعني شفنا واحد اللمسه راهي في باش جراح انه الكل حاب الحي تاعو يكون احسن حي. حابين احنا نديروا واحد التكتل ما بين الجمعيات والاداره والمواطنين باش نحاولوا انه كم نعيشوهم هذوك النظافه، انه الحي تاعي شباب وانه لا كونكورنس ما بين الاحياء، ولما تكون الاداره والجمعيات والمواطن يعني تكون كلنا يد واحده، واحد ما يقول علاش ماشي راح نديروا مسابقات احسن حي ولا الأمور شيء من هذا القبيل. الامور مفتوحه، اولا نحاولوا نسيطروا على الاحياء هذيك القاذورات، يعني اعزكم الله، يعني نحاولوا ان نحيوها ما تشمتناش هذاك المساحات. نعم، المساحات يعني احنا ما عندناش مساحات خضراء في باش جراح، نحاولوا في كل حي يقدر الواحد يقعد الشيخ يقعد الشاب يعني براحته. كذلك العمل على توفير وكالة بنكية مصرفية، احنا ما عندناش في باش جراح.
كذلك عدنا طبعا هذه تحتاج النقطة هذه إلى نوع من التوضيح. هل البلدية توفر الوكالة أو ستسعون؟ نسعى نعم. أكيد نسعى، يعني كل ما نتكلم أنا مجرد يعني نسعى أو نحاول أن نوفر هذه الأمور كلها، نحاول أن نطبقها إن شاء الله بإذن الله. العمل على فتح مكاتب متعاملي النقال، إحنا ما عندناش في باش جراح. كذلك الحماية المدنية، ما عندناش مصلحة الحماية المدنية أو وحدة خاصة بالحماية المدنية. راح نطالبوا بفتح وحدة الحماية المدنية. نعم، وكذلك أنه عندنا بعض الأوعية يعني عقارات يعني تيغا اللي نحاولوا نستغلوها. قطع أرضية. قطع أرضية بالضبط اللي نحاولوا نستغلوها. كذلك هل العقار متوفر في باش جراح؟ كاين بعض المساحات. نعم. يعني مش كثيرة، ولكن كاين بعض المساحات اللي مازالها ما بانتش البرامج تاعها. نعم. كذلك هناك روضة في حي 20 أوت اللي أغلقت وحابين نسترجعوها باش نتكفلوا بالأطفال أو التلاميذ ما قبل التمدرس اللي لازمنا نبازيو عليهم فعلا. هناك يعني يا مسجد يا الطفل روضة هذاك الأطفال. نعم. لازم هذيك نسترجعوها. كذلك إنشاء ملاعب جوارية وتهيئتها، هناك يعني موجودة ملاعب ماهيش مهيئة، مهملة تقريبا، لازم تكون على الأقل لما الشاب هذا يخرج يلقى وين يصيب راحته. كان نقطة مهمة بالنسبة للملاعب الجوارية، طبعا العديد من البلديات أنجزت في السابق ربما العشرات من الملاعب الجوارية في الأحياء، ولكن بعد ذلك تركت مهملة بسبب غياب تأطير. ماذا تقترحون في هذه النقطة بالذات؟ أن نبني ملعب أو أنشئ ملعب ربما يكلفني الملايير بعشب اصطناعي ربما الجيل الخامس أو السادس وأتركه مهملا دون حراسة دون تأطير، يعني راني نبذر في الأموال. واش اقترحوا أنتم كمترشحين في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في باش جراح؟ نعم، احنا نعول على الجمعيات، كذلك الجمعيات الرياضية، وعلاش حبينا هذاك المقر تاع البلدية القديمة أنه نرجعوه دار شباب وتكون دار شباب، وكذلك للجمعيات. الجمعيات هذه ما هيش قادرة تنشط، كاين كل شيء باش تنشط ولكن ما تقدرش تنشط، وعلاه ما كاش مقرات. يعني راح تكلفوها بتسيير هذه الملاعب الجوارية؟ لا مش تسيير، مثلا نعم. انا عندي ملاعب جوارية وحاب ندير مسابقات، وعلاش ما نروحش للمؤسسات التربوية مع جمعيات اولياء التلاميذ، نشوف النوابغ، انا مش النوابغ الرياضيين، نشوف يعني نجبدهم المؤسسات التربوية ونكونهم تكوين. لكن من الذي يكون؟ ماشي رئيس البلدية او الاعضاء؟ واش تختاروا كآلية؟ كآلية فقط. لا هذه من صلاحياتكم. نعم. كآلية واش راح تقترحوا؟ لأنه مشكل عويص، هذا مشكل الملاعب الجوارية المنتشرة في العديد من الأحياء الوطن، ولكن بعد أشهر السياج تاعها يقومون بكسره، ربما حتى العشب هذا كيمزقوه كيدي منه البيت. صح. لأنه يترك مهملا. العبرة ليس في الإنجاز فقط ولكن في التسيير كذلك. أنتم كحزب واش تقترحوا لسكان باش جراح باش تحافظوا على هذه المرافق؟ واش قلت لك، احنا على هذه اللي راح نكون تكتل كامل، انا حابين يكون تكتل كامل ما بين الاداره والمجتمع والجمعيات. نعم. يعني بهذه الطريقه نقدروا نوصلوا الحل، نقدروا نحافظوا على هذاك العقار ولا على هذاك المكسب اللي رانا. نعم. مضيعينه، وفي ومن جهه اخرى رانا مضيعين ولادنا ثاني. أكيد. يعني طاقات رياضيه، طاقات فنيه، طاقات راهي مهمله، قادرين انه نستثمروها في هذيك المراكز او الملاعب او. نعم، عندك مزيد من النقاط؟ سأكتفي بهذا القدر. نعم، شكرا السيدة سعدية أبو سعيد. ونرجع إلى محمد الأمين كوريبا، نفس الشيء، ماذا تقترح؟ ماذا اقترحتم في برنامجكم لخدمة بلدية باش جراح ومواطنيها؟ نعم، يعني احنا عندنا إن شاء الله عدة إصلاحات إن شاء الله، منها وأهمها الإصلاحات الإدارية. الإصلاحات الإدارية يعني من مما تتضمن هذه الإصلاحات تعميم الرقمنة على الإجراءات الإدارية وتحسين خدمة الحالة المدنية. نعم، ولكن الرقمنة أعتقد على ما أعتقد أن وزارة الداخلية تكفلت بهذا الأمر، يعني ماذا تقصد بتعميم الرقمنة؟ يعني نعمموها يعني بصفة كبيرة في البلدية إن شاء الله إذا لحقنا المصيب اللي رانا إن شاء الله نسعى من أجله. نعم. ثانيا إنشاء موقع خاص بالبلدية لنقل انشغالاتهم، ويعني يكون مفتوح للمواطنين. نعم. بالطبع يكون مفتوح للمواطنين لضرورة نقل انشغالاتهم، يعني رانا نستعملوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي راهي تلعب دور كبير. نعم. كما لحد الآن يعني كما سقوط الأمطار
كان يعني عائق بيننا وبين اننا نقوم بالحمله تاعنا كما لازم الحال في الخمس ايام الاولى. عاونونا احنا مواقع التواصل الاجتماعي على اننا نكون دائما على اتصال بيننا وبين يعني المواطنين. نعم. ان شاء الله هذه النقطه ايضا حتعاوننا باش ننقلوا انشغالاتهم وندرسوها يعني بصفه تكون مليحه. ايضا السعي الى تنظيم الاداره وتخفيف من مده استخراج الوثائق الاداريه. قولوا يعني باش يستنى المواطن يعني مده نص ساعه ولا ساعه، واحنا محتاجين ان المواطن ما يضيعش وقته يعني في البلديه يريح ساعه ولا زوج سوايع باش يخرج شهاده ميلاد هذا ولا يخرج يعني شهاده يعني يحتاجها. ماذا بينا يروح يخدم ويقدم لنا يعني اقتصاد اللي نحتاجه احنا في البلديه، سواء يكون تاجر ولا عامل، ويعود علينا هذا بالنفع ان شاء الله الكامل ان شاء الله. نعم. عندنا ايضا يعني اصلاحات اجتماعيه. اصلاحات اجتماعيه تتضمن تسهيل كل النشاطات التي تمكن من خلق مناصب الشغل، ويعني هذا يعني يمتص البطاله. ايضا اعاده فتح دار الحضانه الخاصه بالبلديه، هذا ايضا يعني كما ذكرته الزميله سابقا، هذا يعني يعد مكسب شعبي. ومطلب شعبي رانا مضيعينه لحد الان. ايضا عندنا اصلاحات رياضيه، وهذه النقطه ناكدوا عليها. يعني ماذا بينا تشرح لنا قضيه الاصلاحات الرياضيه في البرنامج تاعك؟ نعم جيد. اصلاحات رياضيه تتضمن اولا اعاده بعث مشروع المركب الرياضي البلدي الذي يضم مسبح شبه اولمبي وقاعه رياضيه نسويه. ما هي الوضعيه نتاعو الان؟ هذا راه مغلق لحد الان، ما هو مغلق يعني ما ناش نستفادوا منه، ويعني الفئه الشبانيه تاعنا ما تستفيد منه. ماذا بينا ان شاء الله نستفادوا منه اذا كتب ربي ان شاء الله وصلنا للمكسب اللي رانا حابين ان شاء الله نوصلوا له. اعاده النظر في الدعم المالي للجمعيات الرياضيه والنشاطات. ايضا يعني ماذا بينا احنا اذا نكونوا على اتصال دائم بالجمعيات الرياضيه اللي سكان بلديه باش جراح والقائمين عليها، وان شاء الله وندعموهم ان شاء الله ماليا. الدعم موجود هم من منذ يعني من السابق، يعني زيدوا احنا ندعموهم. كيف يعني تعودوا النظر؟ اشرح لنا هذه. نعم. يعني كاين جمعيات رياضيه قلت لك انا يعني منطقه بلديه باش جراح معروفه بالرياضيين تاعها اللي قدموا لنا يعني وشرفونا في المحافل الدوليه الكبيره. يعني احنا نزيدوا نكونوا على اتصال دائم ومستمر بالقائمين على الجمعيات هذه، يكون كاين الدعم، ولكن نشوفوا بلي كاين عده رياضيين لحد الان مازالهم يعني يشكو انهم يعني ماشي دعمهم كما لازم الحال. عندنا عده رياضيين، عندنا ابطال افريقيين، عندنا ابطال ربما يعني نائب بطل العالم في بعض الرياضات ربما ماشي استفادوا كما لازم الحال. احنا ان شاء الله نكونوا عند حسن تطلع هذه الفئه ان شاء الله. عندنا ثالثا التربيه والتعليم باعتباره يعني قطاع حساس جدا. نعم. ويعني هدايا حيكون ضمن هذا التصليح يعني السعي لتوسيع المطاعم المدرسيه يعني دون استثناء هذا ان شاء الله. عندنا ايضا ترميم وتحسين المدارس القديمه وتوفير عفوا احسن الظروف في المدارس يعني حتى يقوموا ان شاء الله اولادنا ويكونوا يعني يقراوا في احسن الظروف ان شاء الله. يعني حبذا لو تحدثنا على هذه الظروف، يعني كيف تحسنوا الظروف في المدارس؟ نعم يعني حنشوفوا يعني ربما يكونوا عده نقائص في على مستوى الاقسام او يعني المدارس بصفه عامه. ربما ان شاء الله رانا مقبلين على فصل الشتاء، يعني انا ماذا بينا نعاينوا المدارس والاقسام اذا كانت فيهم مدفأه مثلا، اذا كان نعم. مدفأه يعني تفلح يقرا يعني توفير تدفئه في المدارس اللي ربما ناقصه فيها تدفئه. نعم. نعم يعني توفير تدفئه، توفير النظافه بالنسبه للطفل. يعني كيف توفرون النظافه داخل المدارس؟ نعم يعني الآلية، لأن هناك بعض المدارس في باش جراح وفي غيرها تعاني من عجز في عمال النظافة وحتى في الحراس في عدد الحراس حراس المدارس. نعم وهو كذلك، وحنا يعني شفنا هذا النقص ولهذا دوناه، وإن شاء الله حنعملوا جهدين إن شاء الله باش نوظفوا يعني فئات معينة وقابلة يعني أنها تخدم هذا إن شاء الله الإصلاح، وإن شاء الله فيها خير بإذن الله. نعم شكرا السيد محمد الأمين. نرجع لك السيدة سعدية بن سعيد، دائما فيما يخص البرنامج تاعكم. نعم. مثل ما حدثت الآن أو سألت الآن السيد محمد الأمين حول وضعية المدارس ومرافق البلدية، الجميع يجمع وربما هذه سمعتها حتى من المواطنين على نقص العمال، هناك عجز وهذا أثر سلبا على نظافة المحيط وعلى نظافة المؤسسات البلدية، ماذا تقترحون لذلك؟ نحب نقول لك بأنه يعني عندنا صرات يعني تجديد لبعض المدارس، وكانت هناك مدرسة جديدة كذلك. عندنا القطاع هذا على المستوى الوطني
مش غير في بلدية بس ولكن جراح، ولكن تكلموا على بس جراح لأنك نعم مترشحة في بلدية بس جراح. نعم. نقول لك بأنه بعض المؤسسات التربوية أو الابتدائية اللي هي اللي تكفل بها البلدية تلقى الساحات يعني ماهيش مؤهلة أنه التلميذ أنه يدور فيها ولا يلعب فيها، تلقى حتى الممرات غير آمنة، الدروج يعني تقدر تكون مقصرين، عاملات النظافة أحيانا لما تخرج ما كاش اللي تعوضها، وإحنا في زمن الأوبئة ما راناش يعني في زمان يعني كما كنا زمان ولا يعني نرجعوا لصلاحيات رئيس البلدية واللجان. نعم. إيه والميزانية كذلك، ميزانية نعم المدرسة. أنا الحل الوحيد اللي نشوفه أنه تعاود لجان أنها تنزل كامل المدارس دير إحصاء. نعم. سواء من الساحات، سواء من الطاولات، الصبورات كله، وتقدم تقارير سواء لمديرية التربية. نعم. ولا للولاية ولا لكل إنسان عنده يقدر يساهم في المدرسة، يعني حتى جمعية أولياء التلاميذ أحيانا تساهم مساهمة ممتازة. شوف إحنا نحكم كل الشركاء لازمنا نشاركوهم في إصلاح الوضع بمدارسنا الابتدائية. نعم، على بالنا بأنه الإصلاحات في المدرسة تستدعي تقارير وروح لفلان وروح للولاية وبعدها مديرية التربية وتستدعي يعني وقت كثير، ولاحظنا يعني مرة يعني مجرد يعني حفرت 6 شهور 7 شهور ما تخدمش. هنا ثم تخدموها في يوم ولا في يومين ما عندكش حتى وصلكم الى مجلس البلدي، ما عندكش الحق في البلديه انك يجي واحد يروح يرممها. نعم. نعم ما عندكش الحق يعني حتى يعني طالبوا بتغيير قانون. نعم بعض البلدية. بعض القوانين بعض الانظمه، المطعم المدرسي اللي راهو يثقل كاهل البلديه انه يا ريت لو كان يروح لوزاره الداخليه احسن، كان في السابق تابع لوزاره التربيه الوطنيه. نعم. نعم. نعم يعني البلديه راهو يثقل كاهلها انها ما تقدرش توفر مطعم، ما تقدرش تجهز وما تقدرش على هذه، انه لما يروح للمجلس يلقى روحه يعني مكتف. شكرا السيده. نعود لك سيد محمد الامين وسؤال بسيط جاوبني بايجاز فقط. انتم من خلال التجربه نتاعكم خلال 5 ايام وحتى اثناء بعدما اعلنتم نياتكم في الترشح اكيد رصدتوا الامر في بلديه بجراح، كيف تتوقعون نسبه المشاركه في الانتخابات المقبله باختصار؟ كيفاش تكون نسبه المشاركه؟ اظن انه يعني رانا على موعد وفرصه تاريخيه ان شاء الله، يعني أن شخصيا نشوف باللي نسبة الإقبال على الانتخابات إن شاء الله البلدية راح تكون النسبة كيفاش تكون؟ راح تكون كبيرة إن شاء الله، تكون كبيرة إن شاء الله. نفس السؤال بالنسبة للسيدة السعدية أبو سعيد. نعم. نسبة مشاركة كيفاش تكون؟ كبيرة صغيرة متوسطة؟ أنا أعتقد أنها تكون ما بين 30-35%. نعم يعني شكرا. من خلال احتكاكنا بال شكرا السيد محمد الأمين كوريبا، وقت الحصة انتهى، نطلب منك في ثواني فقط توجه إلى الكاميرا وتوجه إلى ناخبيك في كلمة أخيرة. أدعو سكان حي بس جراح إلى التوجه بقوة يوم 27 نوفمبر المقبل إن شاء الله، وإن شاء الله نكون عند حسن نيتكم ونسعى دائما لصالح العام. شكرا سي محمد الأمين كوريبا. سيدة سعدية أبو سعيد نفس الشيء، عندك المنتخبين توجه لهم بكلمة. أنا نقول للناس بس جراح روحوا للتصويت، قرروا مصيركم بيدكم، اختاروا الشخص المناسب لكم، شوفوا البرامج تاعو، ونتمنوا أنكم توضعوا فينا الثقة، وأنا أمنيتي طبعا أنكم يكون التصويت لحزب جبهة التحرير الوطني، نتمنى ديروا فينا الثقة ونتمنوا أن نكونوا عند حسن ظنكم إذا وفقنا الله. شكرا. وبهذا ينتهي عدد اليوم من برنامج ناخب ومنتخب الذي خصصناه للحديث عن العملية الانتخابية أو المحليات المقبلة وحملتها الانتخابية مع ضيفي الكريمين سعيد أبو سعيد. شكرا لك على المشاركة، وأنت مترشحة عن جبهة التحرير الوطني في بلدية بس جراح، والسيد محمد الأمين كوريبا. شكرا لك السيد محمد الأمين كوريبا، وشكرا للفريق التقني الذي رافقني في إنجاز هذا العمل. الشكر موصول لكم مشاهدينا الأفاضل، موعدنا معكم مع العدد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.